بعد شحال من عام ولعبنا كيف دراري، بصح ما دام ليام غادي علاش نقاري، غنحبس نهار المكتب يقرر كذلك، ما حد ما كانش ادنى شك والهضرة اللي نقولها لك، بكامل مسؤولية وبكل وضوح، بكل روح رياضية وإلا ما بغيتيش روح، سير بكامل حرية، تا حد ما حيدها لك، بصح ديرها في بالك، والهضرة اللي نقولها لك، ماشي عليك انت ولا نتي ولا هذاك، ماشي غرضي ندير كريتيك على السيستم هذاك، كتبقى وجهة نظر لا أقل ولا أكثر، وحبيت اليوم نهضر بلا ما الأعصاب تتوتر، غادي نحاولوا ما نغلطوش كل واحد يدير اللي عليه، واللي خطأ خطأ ماشي في الدنيا يتحاسب عليه، غادي نحاولوا ما ناكلوش حق الناس ناكلوا حقنا، وعلاش ما نزيدوش قول لي في هاد الدنيا شربحنا، الحمد لله اللي عطاني والدين ورضاو عليا، ورضا الوالدين والله ويخطاك لا طفرتيه في الدنيا، مهدية كيما هديتو لهادوك اللي فهموا حسوا بلي بيا بيا، الحسد والغيرة نجعلوا بيناتنا العافية، نتمناو إلا مشينا نمشي وقلوبنا صافية، كاملين في الحساب ولينا نفكروا قبل ما نعسوا، إن شاء الله ربي يهدينا وبالحساب التالي نحسوا، بزاف بغاو يقولوا هاد الهضرة ومش شحال هادي، شحال من واحد ما سمع ليه تا واحد من كان ينادي، ماشي حيت اليوم خديت الكلمة راني نقول لك دوب، سير ضرب دورة وسول هادوك اللي كبروا في الدروب، ساهل نقولوا كلام حلو نسينا كاملين، في قاع اللي نعيشوا نضحكوا الضحكة صفرة كاملين، ولكن ما كنظنش بالنفاق غادي نفرحوا، بغيت نقول الصراحة واخا شي وحدين تقصحوا، كل ما كنتش حاس بكم ما كنتش نقول اللي في قلبي، كنت نخلي البير بغطان غمض عيني ونخبيه، قبل ما نسالي بغيت نقول غير حاجة وحدة، بدا بيك وقول ربي ما يبدل تنبدل اللي في نفسي بعدها.